إخواني أخواتي، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة ووصفة جديدة. اليوم غادي نحضروا البابكا بالشوكولات اللي كتجي بطريقة جد رائعة وجميلة وواحد المذاق رائع. فبالنسبة للناس اللي كتشاهد القناة لأول مرة، في المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونبقاو على تواصل إن شاء الله. فكل ما كنحتاجوا في هذه الوصفة 100 غرام ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاجوا واحد المعلقة مويان ديال الخميرة أو 10 ديال الغرام، وغادي ناخذوا واحد 3 ديال البيضات اللي يكونوا من الحجم كبير، 150 غرام ديال الزبده اللي تكون درجه حراره المطبخ، وغادي نحتاج واحد 600 غرام ديال الطحين الفورس اللي كنستعملوه في الخبز، وغادي نحتاج واحد المنسم ديال الفانيلا، وغادي نحتاج واحد 175 مللتر ديال الحليب اللي يكون دافي. فاول حاجه هي اننا غادي ندفيو داك الحليب ديالنا كيف ما قلت، ناخذ كاس كبير او 175 مللتر، وغادي نديرو فيه ديك الخميره ديالنا اللي غادي نذوبوها، وهي سر النجاح اللي كيخلي الخميره ديالنا كتجي رائعه، وكنخليوه لمده 10 حتى 15 دقيقه او حتى كتذوب الخميره بشكل كلي. فغادي ناخذ العجان ديالي هنايا، وغادي نبدا في اعداد الخليط ديالي. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العجانه، فممكن اننا نخلطهم بيدينا فقط، فماشي من الضروري اننا نستعملوا العجان ضروري، فممكن اننا نستعملوا يدينا فقط كيف ما قلت. وغادي نضيفوا الحليب ديالنا اللي مع الخميره، وغادي نزيدوا عليه سنيده وداك 600 غرام ديال الطحين ديالنا، وغادي نزيدوا عليهم 3 ديال البيضات. وبالنسبه للزبده اللي كيف ما قلت غادي تكون في درجه حراره المطبخ، غادي نضيف نصف ديالها فقط. فاول حاجه غادي نبدا في الروبو ديالي او الخلاط الكهربائي، غادي نبدا كنخلطهم يعني شويه بشويه حتى كتخلط داك الحليب مع ديك الزبده مع البيض، كيتسلق مزيان وكيتجمع ليا الحليب ديالي كيف ما كتشوفوا، يعني حتى السرعه واخدها بسرعه بطيئه. بالنسبه للناس اللي كتخلط بيديها، فممكن انها تجمع، ان فوا انها تجمع كنبداو نزيدوا داك البقيه ديال الزبده ديالنا اللي كتكون طالقه راسها، وكنبقاو كنزيدوها بشويه بشويه حتى كيتجمع الخليط. ويعني بصراحه عينكم ميزانكم، الا شفتوا الخليط ديالكم يعني مطلوق بزاف، ممكن تزيدوا شويه ديال الطحين باش تحصلوا على هذا القوام هذا. فكيف ما قلت يعني الدقيق كيختلف من نوعيه لاخرى، فانتم كتبقى على عينكم ميزانكم. فهنايا انا استعملت الطحين او الفورس ديال الخبز، انتم ممكن تستعملوا ديال الحلوى حتى هو ممكن. فهنايا كيف ما كتلاحظوا كناخذها من البول يعني او ديال الخلاط الكهربائي، وكنحاول كنجمعها من غير ما نعكها ما ندلكها، ما يعني كنحاول غير نديجاجي داك الريح اللي فيها حتى كتجمع مزيان، كنجمعها هكا وكنغطيها بواحد السلوفان او كنديرها في بلاستيك، وكنخليها كترتاح لمده 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. المده اللي كترتاح العجين ديالنا، غادي نمشيو نحضروا الحشوه ديال الشكلاط. غادي ناخذ واحد 80 غرام ديال الزبده اللي كندوبها من فوق البوطه، ان فوا كدوب كنزيد عليها واحد 90 غرام ديال الشكلاط الكحل. يعني نتوما كتبقى على حسب النوعيه ديال الشكلاط الكحل اللي عندكم، كل ما كانت النوعيه مزيانه كل ما كيجي المذاق اروع. فان فوا كيدوب ليا الشكلاط هنايا كليا مع الزبده، كنطفي عليهم البوطه، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال السكر كلاصي، واحد جوج معالق كبار ديال كاوبيل اللي يكون مسوس، وكنبقى كنخلطهم مزيان يعني حتى كيدوب بشكل كلي وكيتجانس. غير انه نكون متاكد على ان داك السكر كلاصي ديالي وديال جوج معالق ديال الكاوبيل يكونوا طلقوا مزيان وذوبوا وما بقاش الكويرات في العجين ديالي، او ممكن حتى نصفيها الى باش نحيد الشك. فهنايا من بعد ما ارتاحت العجينه لمده 30 دقيقه، غادي ناخذ العجين ديالي كيف ما كتلاحظوا، غادي نحطها في واحد الطاوله اللي كندير شويه ديال الفورس، نحاول ما نكثرش الفورس بزاف باش يعني باش ما يتقليش العجين ديالي. وكيف ما كتشوفوا الملمس ديال العجين من بعد ما كيرتاح كيجي خفيف وكيتسلق كيجي رائع. وهنايا غادي نقسم يعني العجين على قطعتين. الناس اللي بغات ديرهم صغار، ممكن انكم تقطعوها على اربعه، او ممكن تقطعوهم صغيرين وديروهم يعني فراديين يعني صغار حبه لواحد. انا هنايا بالنسبه غادي نفضل انني نديرهم حبات كبار ديال البكبه. كيف ما قلت لكم هاد البكبه هي البريوش اللي معروف من التقاليد اليهوديه، وكيف كنعرفوا ان المطبخ اليهودي عندهم وصفات رائعه ولذيذه بزاف، وانا حبيت نشارك معكم اليوم هذه الوصفه هذه.
فكناخذ العجين ديالي وكنبقى كنطلقو بالرولو يعني حتى كيتطلق على شكل مستطيل، ونحاول انني ما نديرهاش غليظه بزاف وما نديرهاش رقيقه في نفس الوقت. فكناخذ داك الحشوه ديالي ديال الشكلاط وكنفرغ على حسب يعني العجين ديالي، انا هنايا قسمتهم على جوج، يعني غادي نحاول نقسم ان الشكلاط ديالي او الحشوه على جوج، وغادي ناخذ واحد السباتولا او اي حاجه غادي تطلقوا بها الشكلاط ديالكم، وكنحاول كنغطيو داك العجين ديالنا كليا بشرط اننا نخليه واحد سنتيم حتى جوج ديال السنتيم بالنسبه للجوانب، يعني باش نلقى ليسباس منين نبدا نغولي العجين ديالي. فهنايا صراحه كل ما كان الشوكولات ديالكم يعني من نوعيه جيده، كل ما كتجي هاد البكبه او البريوش اليهودي كيجي رائع وكيجيب مذاق رائع. وانا هنايا كنفضل كنزيد شويه ديال الشوكولات اللي على هاد الحبيبات هادو، فالناس اللي ما متوفرش عندهم هاد الشوكولات ممكن انكم تاخذوا الشوكولات ديالكم او اي شوكولات كتفضلوا وتحكوه وتزيدوه من الداخل. فهنايا بطريقه يعني جد سهله كناخذ وكنبدا كنقولي الرولو ديالي، بشرط اننا نحاولوا اننا من يعني ما نجبدوش العجين، وبنفس الوقت اننا ما نتكيوش على العجين باش كيبقى لنا داك الطويات كيبقاو يعني الهواء بيناتهم وكتجي كيخمروا، ملي كيخمروا كيطلعوا كيجي واحد الشكل رائع. فهنايا كنحاول نقادهم، والناس اللي يعني كتكون خايفه ان الرولو ديالها ما يتجمع لهاش مزيان ممكن انكم ديروه في السلوفان وتخليوه في الثلاجه حتى كيبرد مزيان وكتخدموه على هذه الطريقه هذه. فهنايا كيف ما قلت لكم يعني كيبقى نتوما والحجم اللي بغيتوا ديروه، انا هنايا غادي نديرهم يعني مويان ما كبار ما صغار، اللي ممكن انهم بعد ما كيطيبوا كتقطعوهم يعني وكتبارطاجيهم مع العائله ديالكم او باش تاكلوهم، وممكن انكم ديروهم انديفيديوال يعني ديروهم صغيرين. فهنايا كنقطعوا الرولو ديالنا على جوج وكنبداو كنضفوه كيف ما معروف هنايا، وكنحاولوا كنقرصوهم في الاخر. وهنا كنروليوهم يعني كنديروا الراس الاول من التحت وكناخذوا الراس الثاني وكنلويوه باش كيتجمع من التحت، وكنضغطوا عليهم شويه بيدينا يعني نحاولوا اننا ما نضغطوش على العجين يعني باش يبقى لنا الشكل ديالهم زوين. كيف ما كتشوفوا كتلاحظوا معايا وكنحاولوا نديروا داك الفتحات ديال العجين اللي قطعناهم يجيو من الفوق، باش داك الشكلاط ملي كيطيب يعني ما كيسيحش في الصحن ديالنا او في الطبسيل ديال الفران، وكيبقى من الفوق وكيجي حتى المنظر رائع. فهنايا غادي نعاود معكم الطويه كيف ما قلت، ومن الضروري انكم تخليو هاد الفلحات هادو يجيو من الفوق ما يجيوش من التحت باش ما كيطيحش داك الشكلاط، وكنضفروهم وكتبقى لكم هنايا الطريقه. فبالنسبه للناس اللي ما بغاتش تلويهم ممكن انكم تخليوهم طوال وديروهم حتى في ليمول ديال المسكوته اللي عندكم طوال يعني باش كيطلعوا مقادين. فهنايا كنغطيوهم وكنخليوهم كيرتاحوا لمده واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه او حتى 40 دقيقه، يعني كتبقى على حسب حراره المطبخ او على حسب الجو. فاش ان فوا كيخمروا شويه يعني كناخذوا واحد البيضه مخفوقه كامله وكنبداو كندهنوا هاد البكبه ديالنا او هاد البريوش بالشوكولا، وكنسخنوا الفران ديالنا لدرجه حراره 190 درجه. بالنسبه للناس اللي عندها الفران ديال الغاز فممكن انها ديرها في الفران ديال الغاز وما ديروش سخون بزاف، فمده الطياب كتاخذ من 15 حتى 20 دقيقه. وكيف ما قلت لكم يعني تحاولوا انكم ما تحلوش عليه في العشر دقائق الاولى باش كيطلع مزيان، وكيف ما كتشوفوا كيجي فيه واحد اللون ذهبي زوين لان العجين فيها داك البيض والسكر وحتى داك البيض اللي دهناه بهم كيعطيهم واحد الشكل رائع. اون فوا كيخرجوا من الفران ما حدهم سخان يعني كنحاولوا ندهنوهم بشويه ديال الناباج، انا هنايا كندهنهم بشويه ديال العسل اللي كيخليهم هشاش وفي نفس الوقت كيخليهم واحد فيهم واحد اللمعان وكيزيدهم واحد الرونقه وواحد الشكل جميل وزوين بزاف. فكيف ما كتلاحظوا معايا هادو هي الوصفه اللي بارطاجيت معكم اليوم اللي كتسمى البكبه بالشوكولات، واللي هي من تقاليد اليهود. كيف ما كنعرفوا المطبخ ديال اليهود او الاكلات ديالهم زوينه وغزاله، وان شاء الله غادي نحاول نبارطاجي معكم وصفات اخرى. وكيف ما قلت لكم كتجي رائعه ومن الضروري انني نخليوها يعني ما نقطعوهاش حتى تبرد بتاتا كليا لانها كتجي هشيشه باش كتجي فيها هذا المنظر رائع. وبالصحة والعافية. وبالنسبة للناس اللي كتشاهد القناة فنرجو الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونبقاو على تواصل. وشكرا لكم وشكرا على التفاعل ديالكم وعلى لي كومونتير والتعاليق، وإلى اللقاء.